مرحبا بكم أيها الإخوان في قناة كواريه في الذاكرة. اليوم نخصص هذه الحلقة لسفير التحكيم المغربي المرحوم سعيد بن القولة رحمه الله. سعيد بن القولة اللي خلد اسمه بالرغم من الوفاة ديالو بقى الجماهير كتذكره، خصوصا ديك المقابلة التاريخية النهائية ديال كأس العالم 1998 اللي جرات ما بين فرنسا والبرازيل، وتلك البطاقة الحمراء الشهيرة اللي وجهها سعيد بن القولة في وجه اللاعب الفرنسي داسي. بن القولة اللي استطاع النجم ديالو في التحكيم المغربي وأبلاء البلاء الحسن في التحكيم، وكان رجل نزيه وماشي سهل باش تقود واحد النهايه ديال كاس العالم اللي كانت جرات في فرنسا 1998، وتلك المقابله التاريخيه ما بين فرنسا والبرازيل. تلك المقابله اللي كان المغاربه تبعوها اجمعين وشجعوا المنتخب الفرنسي. علاش؟ لان ما نسوش هذاك الكومبين اللي كان دارت البرازيل مع النرويج باش خرجوا التعادل واحد واحد، خرجوا التعادل واحد واحد كنظن، والتقصى على إثر المنتخب الوطني المغربي. المغاربه اللي كانوا كيعشقوا البرازيل حتى النخاع وكانوا كيبكيو ملي كانت كتقصى البرازيل في نهائيه كؤوس العالم الماضيه، ايام فالكاو ادير ويامات سقراطيس وجينيور واللائحة طويلة. فرمشة عين انقلب الحب المغاربة للبرازيل الى كره بسبب ذاك الكومبين اللي كانوا داروا ما بين دارت البرازيل مع النرويج، وبالتالي خرج المغرب من الدور الاول في كأس عالم فرنسا 1998. سعيد بن القولة رحمه الله في رمشة عين دار كل شيء، وصل العالمية وتألق وصبح اسمه عالمي، وحتى في الوفاة دياله كانت خطفات المانون، وكان المغرب في أشد حاجة للسيد بن القولة. الله كان استطاع النجم دياله، ولكن لا راد لقضاء الله وقداره. وملي توفى سعيد بن القولة رحمه الله كانوا شخصيات بارزة، وكانت جهات عليا زارت البلدة ديال سعيد بن القولة. وفي واحد الحدث طريف وقع، وهو أن الطريق ما كانتش طريق ديال البلدة ديال المرحوم سعيد بن القولة، كانت طريق وعر، وتحدثت مصادر بأن جهات عليا عطات الامر ديالها باش تصلح هذيك الطريق، وتصلحت هذيك الطريق ديال اللي كتادي للبلد البيت ديال عائله سعيد بن القولة في البلده ديالو. هذه الطريق هذه اللي ما خداتش الاهتمام من المنتخبين، العشرات المنتخبين اللي تولوا على ديك الجماعه اللي تابع لها القريه ديال سعيد بن القولة. فحتى وهكذا كنشوفوا سعيد بن القولة حتى في الممات ديالو، فالقرية ديالو يعني تصوبت لها الطريق، ويعني سعيد بن القولة عطى الشيء الكثير حيا وميتا ميتا، يعني صلحت الطريق اللي كتأدي للبلدة ديالو. والمغاربة كلهم بقات هذه المقابلة التاريخية عالقة في أذهان المغاربة. وسعيد بن القولة بشجاعة يعني كان ترد اللاعب داسي بالرغم من ذاك بأن المباراة النهائية جرات في فرنسا وأمام الجماهير الفرنسية، فسعيد بن القولة طبق القانون بحذافره وترد داسي. وحنا في هذه المناسبة كنمشوا في الاسم ديال سعيد بن القولة الله يرحمه اللي ودعنا، وكان المغرب أمس الحاجة إليه. رحم الله سعيد بن القولة وبعثه مع الصديقين.